السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ داك المره وجدت مع الشباب، وجدت معاهم داك النهار الطاجين ديال البيض بالتوابل، مطيشه، الليمون، داكشي راه شافوه. ودابا هاد المره جيت ندير لهم واحد الدويزه غير بالخضره. حنا شحال هادي كنا كنقولوا غير الدواز، يعني ما تحتاج لا الحمله والو، وعندك 4 ساعات هو طايب غير كيوجد. ان شاء الله حنا غادي نبداو معاكم المقادير. رجعت البوطه باش يطيب المضغية، دير الزويته، يعني عندنا التوابل هنايا، عندنا بصله مشلضه، شويه د القرعه، البطاطا، خيزو، شويه د الفله. تقدروا ديروا غير البصله تشحروها وداكشي، وديروا معها البطاطا اللي بغيتو. بغيتو ديروا هاد الاخر معاهم ديروه، لا صافي كديروا البصله ديالنا يعني. بسم الله، هذا كيفاش نعم تقطعوا، واخا ما يكونش طاجين ديروا شي مقله، الا كانت عندكم مقله غريقه هكا شويه، ولا تقدروا ديروا مرميطه صغيره، ولا اللي بغيتو نتوما. نعم كنوريكم دابا الاكلات ديال الطبيعه، اللي واحد عادي يهز معاه اللحم ولا يهز معاه شي حاجه. شويه ديال الثومه، صافي العطريه كنقلبو هي الثانيه، كنقلبو البصلات شويه تنزل وهاني معاكم. نشحرو البصله شويه، طرح شويه البصله، من بعد ملي طرح غادي نكمصيو، غادي نديرو الخضره ديالنا تقلى شويه. المهم درت واحد شويه العطريه، واحد معلقه صغيره ديال الخرقوم و سكنجبير و البزار، واحد شويه العطريه ديال الدجاج. قلت لكم انا ديما راني كنديرها حتى في التويس، كتعطي واحد المذاق كيجي زوين، كتعطي حتى الخطريه في المرقه. كندير واحد المرقه صغيره، راه عندي الخلطه، كندير شويه الملحه على حسب، صافي كنسمي الخلطه. غادي نخليوها غير شويه تطرق لنا الخضره ديالنا، ماشي تقلى حتى تقلى مزيان، غير مجرد ما تشرب هاد العطريه وداك الشيء. ان شاء الله راني معاكم. بعدا غادي نشوفو الخضره ديالنا هي جات كتصحى. نزيد واحد شويه ديال مطيشه ديال هذا، ولا تقدروا ديروا التحميره، ولا تقدروا ديروا مطيشه حبوب، شي حبات مطيشه حمراء. كندير هذا على حسب الحمريه، غير على حسب اللون، واحد شويه اما الحموضيه داك الشيء عرفتي هاد الطاجين راه عندي واحد الريحه تبارك الله، لا تنقلكم. ايوا مع دريب تاع الشاي بالطبيعة، ما شاء الله. صافي هاهي الخضرة، دابا الخضرة ديالنا تقريبا راه مطيت فيها ديك العطرية وداك الشيء. غادي نقص على حساب، غادي ندير واحد الشيء بالبصلة حارة، غادي حلوة دابا ماشي حارة، حيتاش منقدوش نفتحوها، كاينين اللي مكيبغيش الحر، نقدر نخليوهم مبلع، نحطوهم غير حدا هكا، اللي بغا الراس يديرهم. هادي حارة تا هي، يعني ملي تشوفو الحر في الحر عفوا الحر المغربي عزيز عليهم الحر. صافي غادي نخليهم هكا يلاقو شويه يطيبو، من بعد غادي ندير واحد شويه د الليمون مصير والزيتون وصافي، ان شاء الله حتى نتلاقاو. بعد ما الطاجين ديالنا قليناه وقديناه داكشي، كنزيد واحد كويس الماء قد هكا، نسيت ما قلتلكمش، غادي غير كويس الماء. المهم تغطى بطاطا تغطى، حيت غير كطيب بطاطا وخيزو دغيا كيطيب.
زيدو غير واحد الكويس الماء صغيور، كتدرق لنا شويه البطاطا المرقه صافي، كان الاخر كنخليوه حتى كيطيب ان شاء الله هاني معكم. وهاد الدويزه وجدت ما شاء الله كتجي رائعه مع خضيره، داكشي كيجي واعر الصراحه. ايوا مع الطبيعه ديالنا هي هذيك مع خبز الشعير. ايوا نتمنى من الله ان شاء الله، نتمنى لكم الرضا. ايوا قبلوا علينا ان شاء الله، مازال المزيد القدام ان شاء الله. كل مره في ما تطيح لي شي حاجه هكا، اللي بغى يخلي فيها شويه المرقه يخليها، يخليها شويه هكا جاريه، اللي بغاها مقليه ما كتكونش الاخرى كتبقى غير الزويته وداك الشيء راه كتجي زوينه، واللي بغاها شويه عندها المريقه اللي عنده الوليدات وداك الشيء بغيتي طيبوها في الطاجين طيبوها، بغيتي طيبوها في المرميطه طيبوها، داك الشيء كيبقى لكم نتوما الاختيار. ايوا ان شاء الله نتمنى لكم في الطبيعه نتوما ان شاء الله تكون شي جلسه في الطبيعه مع هي هذيك مع الجو زوين، هذاك ما كيصلح غير شي بريد تاع وهاد الخضيره ان شاء الله. ايوا نتمنى لكم طول العمر وان شاء الله ما تنساوناش وما تبخلوش علينا وعاونونا شويه في القناه. يلا تهلاو في راسكم. هاهي شتي كي كتجي تبارك الله كتجي معلكه، كتجي غزاله، كتجي غزاله ما تشبعوش منها، بلا لحم بلا والو غير زويتنات وشويه الليمون بصير وخضيره وصافي. والله زعما الصراحه كتجي ما شاء الله. دويزه هي هذيك اللي بغى زعما يتهلا في راسو في الطبيعه بلا ما يحرم راسو بالطبيعه، يقولك خصني ندير اللحم ولا غير هذا الشيء، غير ما تبخلوش على راسكم بهاد الخضيره.